ولكن عاوز اقول لك ان كمان وزير التنميه المحليه وزيره التجاره والصناعه ومحافظ القاهره كانوا موجودين في الحدث اللي انتوا شفتوه عشان ياكدوا دعمهم للمواطن وتصريحات لاحلام مواطن من خلال برنامجنا. يلا نطلع نشوفهم ونرجع عشان نخش بقى على اللي جاي. حضرتك للمواطن المصري من خلال كاميرا احلام مواطن. مين معاك كاميرا؟ والله انا يعني بطلب من المواطنين ان هم يتعاونوا معانا وان هم يقبلوا على كل الكلام ده اللي اطلقه سياده الرئيس. هو ناس بتتكلم عن مشروعات بيقولوا ان احنا بنتكلم عن مشروعات قوميه وبنتكلم عن طرق وبنتكلم عن كباري وبنتكلم عن الكلام ده، لكن انا عايز اقول ان الرئيس بيكلفنا ان احنا نوصل الفكر نفسه للمواطن البسيط داخل القريه الاكثر احتياجا، بنحسسه فيها ان في اصلاح اقتصادي، ان مصر حاليا مختلفه تماما. ازاي انا من خلال مشروع زي مشروع الرصف 2 مليار جنيه بربط طرق بربطهم من القريه لغايه الطريق الاقليمي والدولي اللي هو بيقول ان انا ما سمعتش عنه ما اعرفش بحصل منه بسهوله. فدي كلها ان انا بوصل بالمشروعات اللي قامت بيها مصر خلال الاربع سنين اللي هي يعني جديره جدا بالاحترام وسط العالم كله. احنا بنوصلها للمواطن البسيط داخل بيته عشان يشوفها. هوجه رساله هقول لهم ان احنا بلدنا محتاجة كل أيدي عاملة، محتاجة كل الخبرات الموجودة، حتى من ليس لديه خبرات يتاح له التدريب والتأهيل سواء من خلال البرامج اللي احنا شايفينها تم اتاحتها من خلال وزارة القوى العاملة. وحقيقي أنا لازم أنوه الشكر لمعالي وزير القوى العاملة على هذه المبادرة، لأن فعلا نتائجها إيجابية. احنا ان شاء الله هيتم تقييم ونشوف مدى ايجابياتها ومدى الاقبال المواطنين عليهم سواء شباب وسيدات. وهذا التقييم هي تستمر او يحصل عليها شيء كبير. فانا من خلال الرساله انا كل اللي عايزاه ان اي حد يسمعني يحس ان احنا بلد مش عايز حد يقول انا مش لاقي وظيفه، انا مش عارف اشتغل، انا مش متاح لي اقامه مشروع، انا مش متاح لي اشتغل في مصنع ولا شركه. لا، كل بيوت الدوله بتتضافر علشان تصل لتحقيق فرصه عمل مناسبه ليهم وبالتالي مستوى معيشه مناسبه للمواطنين. تحية تقدير واحترام لكل مسؤول بيحب البلد دي من قلبه وبيثبته على الأرض وبيشتغل بجد. تحية تقدير واحترام لكل مواطن قرر ان هو يكون إيجابي ويورينا المشاهد اللي انتوا بتشوفوها معانا دي من خلال نافذة برنامج أحلام مواطن اللي دايما عاوز أريح المشاهد شوية.